برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوه. يا مساء الفل. عارف النصاب او المحتال امتى بيعرف ينصب عليك ويحقق هدفه ويستغلك؟ حاجه واحده بس بيعملها معاك. حكايتنا النهارده ظريفه لطيفه خفيفه ونهايتها غريبة مش متوقعة. معكم منى نافع، مملكة القصص، وتبدأ حكايتنا بالتاجر المحتال صاحب الحمار. كان يا مكان في يوم من الأيام راح التاجر المحتال يبيع الحمار في السوق، بس قبل ما يروح السوق يبيع الحمار حط في مؤخرة الحمار ذهب علشان كل ما ينحق ينزل ذهب. وبالفعل راح السوق وعرضوا الحمار، وأول ما الحمار نحق نزل ذهب. اجتمعت الناس واستغربت، وكان في تاجر غني جدا قرر انه يشتري الحمار، وبالفعل اشترى الحمار. واول ما روح البيت استنى بعد ما نهق الحمار ان الذهب ينزل، ما نزلش اي ذهب. عرف ان التاجر اللي باع له الحمار كان محتال ونصاب. لم الناس ولم التجار وراحوا له البيت، لقوا مراته قاعده. قالوا لها فين جوزك المحتال النصاب؟ قالت لهم والله جوزي مش هنا، بس الكلب بتاعه اهو بيخرج وبيجيبه. قالوا لها الكلب بيروح يجيبه ازاي؟ قالت لهم هو الكلب كده بيعرف صاحبه وبيروح يناديله. وبالفعل طلع الكلب وشوية ورجع النصاب المحتال مع الكلب. الناس دي كلها نسيت حكاية الحمار واللي هم جايين عشانه، وبقوا مركزين في الكلب. ازاي الكلب ده قدر يجيب صاحبه؟ وسألوا صاحبه ايه حكاية الكلب؟ قال لهم والله الكلب ده ذكي جدا بيعرف صاحبه وبيجيبه. واحد من اللي واقفين تمع وقال له انا هشتري الكلب، وفعلا باعهوله بأغلى الأسعار. وخد الكلب وروح البيت وقال لمراته الكلب ده بيعرف يجيبني، أول ما يجيلي ضيف وأنا برة ابعتيه وهو هيجيبني. وحصل الموضوع ده، وبعتت مراته الكلب عشان يجيبه وما جابهوش، ولا الكلب كمان رجع. وقتها عرف الراجل إنه اتنصب عليه. لم بعض التجار وراحوا للنصاب المحتال اللي نصب عليهم وباع لهم الكلب. لقوا مراته قاعدة وهو مش موجود في البيت. قالوا لها فين جوزك المحتال النصاب؟ قالت لهم والله جوزي مش هنا، حتى الكلب بتاعه اللي كان بيجيبه مش هنا. وشوية وجه التاجر النصاب المحتال ودخل ولقى الناس واقفاله. وقتها عرف ان هم اكتشفوا الحكاية. دخل على مراته يزعق لها ويشخط فيها ويقول لها انت ازاي سايبة الناس كده واقفة من غير ما تقدم لهم حاجة وتكرميهم؟ انت خلاص ما عدتيش تنفعيني. وقام جاب السكينة وقتلها. الناس زعلت قوي وقالت له انت ازاي تقتل مراتك كده؟ طلع من جيبه زمارة وقعد يزمر. قامت صحت مراته. استغربوا جدا ونسوا موضوع الكلب ونسوا موضوع الحمار وركزوا في الزمارة. قال لهم الزمارة دي سحرية، مجرد ما أزمر الميت يصحى من موته. قعدوا يتنافسوا مين يشتري الزمارة لحد ما واحد اشتراها بأغلى الأسعار. وبالفعل راح وقتل مراته وجه يزمر، مراته ما صحتش ولا قامت. تاني يوم تاجر بيسأله إيه حكاية الزمارة؟ قاله لأ تمام. اتكسف يقوله، كسف يقوله إنه قتل مراته ومراته مصحتش وخاف جدا. قاله طب ممكن أخد الزمارة دي منك؟ إدهاله. وبالفعل خد الزمارة وراح لمراته وقتلها. وجه يزمر بالزمارة، مراته مصحتش. اكتشف إنه قتلها والزمارة دي مش سحرية ولا حاجة. والتالت والرابع والخامس، لحد ما كل واحد في القرية قتل مراته. وقتها الموضوع انكشف، قرروا يروحوا للمحتال وياخدوه في شوال وياخدوه يرموه في البحر، لأنه كده قتل كل ستات القرية. وبالفعل خدوه في شوال وهما في الطريق وقرروا يرموه. جه عليهم النعاس فناموا شوية، فقعد يستغيث وهو جوه الشوال. مر الراعي غنم معاه 300 غنمة، فك الشوال وقال له إيه اللي جايبك هنا؟ قال له والله الناس دي قرايبي وهياخدوني غصب عني يجوزوني لبنت شغبندر التجار، وأنا بحب بنت عمي الفقيرة اللي زيي. قال له يا ده انا لو مكانك كنت رحت واتجوزتها. قال له تعالى اما حطك مكاني وروح اتجوزها بدالي. وبالفعل حطوا الراعي فكانوا، وهو اخد 300 غنمه وراح القريه. وهم صحوا من النوم وخدهم الشوال ورموه في البحر. رجعوا القريه لقوا المحتال والنصاب معاه 300 غنمه. استغربوا جدا وقالوا له ازاي عملت كده؟ احنا لسه رميينك في الميه. قال لهم انتوا لما رميتوني في الميه طلعت لي الجنيه بتاعه الميه وقالت لي شبيك لبيك، انت تؤمر بايه؟ قال لها انا نفسي في 300 غنمه، وادتني 300 غنمه.
وقالت لي ده انت حظك سيء، ده انت لو كنت وقعت جوه شوية في المية في العمق كنت هتلاقي أختي الجنية اللي كانت هتديك دهب. سمعوا كلهم الحكاية وكلهم تمعوا، خدوا بعض وخدوا مركب ودخلوا في العمق ورموا نفسهم وماتوا كلهم، وأصبح هو سيد القرية واللي عليها، وبقى أغنى أغنياء القرية. عرفت بقى النصاب إزاي بيحقق هدفه معاك؟ هو لازم يطمعك ويغريك عشان يوقعك في الفخ. خلي بالك، اوعى حد يخدعك. فعلا القناعة كنز، والكنز الحقيقي في الرضا باللي ربنا كاتبهن واللي قاسمهن. وبكده تكون خلصت حكايتنا، ولسه في حكايات كتيرة وعبر كتير. تابعوني على قناتي على اليوتيوب منى نافع مملكة القصص، أو على صفحتي على فيسبوك منى نافع مملكة القصص، أو من خلال صفحة البرنامج راديو برونتو FM.